بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هي ميغان سينيك، باش نوريكم المكان اللي هو فيه الفلتر نتاع الهواء، اللي هو فلتر اللي نتاع الكابين نقولوا احنا، او فلتر ابيتاكل، او فلتر لتصفية الهواء داخل المقصورة او داخل السيارة. والموجود انا هنا في المحرك نتاع السيارة من الامام، نجيو تحت المساحات، هما المساحات عندنا هنا من فوق في المكان هذا، نجيو تحت المساحات من اللوطو، نلقوا غطاء اللي هو هذا، غطاء هذا نتاع هذا يغطي عليها، هذا الغطاء اللي يغطي على على فلتر النبيتاكل هذاك اللي هو نتاع تصفية الهواء داخل المقصورة اللي هو هذا. هذا شوفوا، هذا فلتر بتاعنا من الهواء داخل المقصورة، فلتر بيتاكل، هذا فلتر بتاعنا بيتاكل اللي هو في الميغانسي، الميغانسينيك هذا كان المكان نتاعو. يجي تحت المساحات من جهة المحرك هذا. هذا هو الفلتر، وريت لكم كيفاش ناحى وكيفاش يرجع، يعني ساهل مش سيء. هذا كان الفلتر نتاع الهواء نتاع المقصورة، وطبعا نرجعوا للغطاء نتاعو، وان شاء الله تنفعكم الحلقة هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هي ميغان سينيك، باش نوريكم المكان اللي هو فيه الفلتر نتاع الهواء، اللي هو فلتر اللي نتاع الكابين نقولوا احنا، او فلتر ابيتاكل، او فلتر لتصفية الهواء داخل المقصورة او داخل السيارة. والموجود انا هنا في المحرك نتاع السيارة من الامام، نجيو تحت المساحات، هما المساحات عندنا هنا من فوق في المكان هذا، نجيو تحت المساحات من اللوطو، نلقوا غطاء اللي هو هذا، غطاء هذا نتاع هذا يغطي عليها، هذا الغطاء اللي يغطي على على فلتر النبيتاكل هذاك اللي هو نتاع تصفية الهواء داخل المقصورة اللي هو هذا. هذا شوفوا، هذا فلتر بتاعنا من الهواء داخل المقصورة، فلتر بيتاكل، هذا فلتر بتاعنا بيتاكل اللي هو في الميغانسي، الميغانسينيك هذا كان المكان نتاعو. يجي تحت المساحات من جهة المحرك هذا. هذا هو الفلتر، وريت لكم كيفاش ناحى وكيفاش يرجع، يعني ساهل مش سيء. هذا كان الفلتر نتاع الهواء نتاع المقصورة، وطبعا نرجعوا للغطاء نتاعو، وان شاء الله تنفعكم الحلقة هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه جولف سيت، يعني جولف 7، باش نبدلوا لها فلتر نتاع الابيتاكل او فلتر كامل الزير. هو موجود من اللوطه تحت التابلو من اللوطه، ورا القشر فما كعبه فيس نحاها ونحو الغطاء هذايا، وبعد نلقوا حاجه كي السكه هذيك، شفتوها كي السكه هذه تنحى تتفك هذيك فيها، يعني كيلا جراف تتجبد جبدان، ومن بعد نقول فلتر. لكن فلتر نخرجوه، يعني فلتر ظهر لي ملاهم اللي شراه عمره ما بدل. يعني شوفوا الحاله اللي هو فيه، يعني شوف التراب، شوفوا الحاله اللي هو فيها. هذه كلها اللي يستنشق فيها صاحب السياره، يبدا يستنشق فيها وما يعرفش. الفلتر ابيتاكل هذيا صناعة تونسية، مصفات هذيا HP166 HP160، يمشي على الودية، على السيات، على سكودا، على الفولكسفاجن. وطبعا مش تشوفوا الفرق بين القديم والجديد. شفتوا يعني شيء فرق كبير ياسر بين هذا وبين هذا.
وهذا مهم ياسر للصحه. الانسان لازم يرد باله ويبدلوا على الاقل كيف كيف كما هو كما الفلتر اير كما كل يبدلوا مع بعضهم كل 25 ألف 30 ألف يبدل. دونك جبنا الفلتر الجديد وباش نرجعوه مكانه كما عملنا المره الاولى كما جبناه المره الاولى باش نرجعوه يدخل هو على جنب. علاش يعملون هكاك هو كي كورديو باش انت تتحكم فيه كما تحب وقت الدخله ومن بعد هو الداخل يعمل السيستم تاعو يتحل. ركبوه في مكانه نستنوا عليه يدخل الداخل بالضبط. الضوء ناقص مش مشكله. وعندنا القطاع نتاعو اللي هو هذا القطاع نتاعو اللي غطي عليه سهل يدخل يخرج كي الجرار يدخل يخرج كي الجرار. ايوا سمعتوها تعمل تك هذيك معناتها هو دخل المكان. المكان ونرجعوا القطع نتاعنا اللي هو يغطيه هذا طرف بلاستيك واحد. ترى الداخل يعني فما هذه ماده يسموها تريتمون كومبلي دي سيستيم دي كليماتيزاسيون يعني هذه ماده يعني 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 تخليك الريحه في السياره يعني باهيه وتعطيك يعني تقتل الجراثيم و يعني فيها عدة فوائد يعني بالنسبة لصحة الإنسان. نعم ماذا بينا ناخذ منها هذه هي مو غالية شوية تعمل تقريبا 26 دينار 26 دينار تعمل غالية لكن مش مرة يعني في على الأقل مرة في العمر يعني كي تبدل هذه مرة تعمل معاها الوحدة هذه مش لازم تبدلها يعني مش لازم كل مرة تبقى عندك هذه كل مرة تعمل فيها تعملها تركب لها الواحد نتاعها تركب لها الخرطوم نتاعها هذا التيوب نتاعها وتنجم تحط في السلكوي نتاع هذه نتاع الواحد وتفشفش تعطيك باش تعطي روايح وتقتل الجراثيم. اعمل شفتوها تعمل الداخل هذه كل تنجم تكون الاماكن نتاع نتاع خروج الهواء نتاع كما زادت تنجم تعملها كلها مع ما تعمل حطوا لها الماده هذه باش تنظف وتعطي ريحه. حطوها نحاولوا ندخلوا التيوب هذاك اللي هو الخرطوم للاخر باش ينزل المكان المروحة ونفشوا مرتين على بعضهم هكاكا ونبدو نبدو بشوي بشوي هكاكا كيف 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 نرجعوا للوسط نرجعوا للمكان الوسط هذا كيف كيف حتين نحاول ندخلوه الماكسيموم الاخر على الاخر باش ننظف القنوات نتاع المكيف كلها السلكوي نتاع كما تزال وهكاكا يعني منها ريحة ومنها يقتل الجراثيم هذه. ريحتها باهي ريحتها طيبة. إن شاء الله تنفعكم العملية هذه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.